إذن رولا، دراسة جديدة جاءت لتسجل فائدة إضافية في سجل الرياضة، فقد توصل باحثون من جونز هوبكنز ميديسين، توصلوا ومعها الدانا أيضا فاربر للسرطان في بوستن في الولايات المتحدة، توصل إلى أن هرمونا يسمى إيريسين يفرز في الدم أثناء ممارسة التمارين الهوائية، بإمكان هذا الهرمون أن يقلل من مستويات بروتين مرتبط بمرض الباركنسون. هذا المرض المعروف أيضا بالشلل الرعاش مرض عصبي يجعل الناس يفقدون السيطرة على عضلاتهم وحركاتهم، ويحدث عندما لا تفرز الخلايا الدماغية كمية كافية من المادة الكيميائية دوبامين، ويؤدي إلى مشاكل في الحركة مثل الارتعاش وعدم القدرة على تنسيق الحركات. ومعنا من الكويت الدكتور رامي الأتات، أخصائي في الأمراض في أمراض الدماغ والأعصاب. دكتور رامي، صباح الخير ومرحبا بك معنا في صباح جديد. يعني دراسة ملفتة بالفعل، التمارين الهوائية قد تفرز هذا الهرمون الذي يقاوم عمليا الباركنسون، لكن لنفهم لعبة الهرمونات تحديدا، يعني التي تفرز، قبل أن نذهب إلى نوعية التمارين التي يجب أن يمارسها الشخص حتى يفرز هذا الهرمون. بداية صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين، ودائما أنتم السباقين بنقل آخر المعلومات والأبحاث العلمية، كما تعودنا عليكم. مبدئيا نعطي لفتة سريعة على المرض الباركنسون. مرض الباركنسون هو بيكون في خلل في خلايا الدماغ، منطقة في الدماغ اسمها السبستانسيا نيجرا اللي هي مسؤولة عن فرز الهرمون الدوبامين. لذلك بيكون في عنا شيء بيسموه اسمه الترياد، اي العوارض الثلاثيه اللي هو الارتعاش او الرعاش، بصير عند الشخص عنده حركه غير اراديه باليد، بالاضافه الى المصل ريجيديتي اي تقلص العضلات، والووكينج ديسابيليتي عدم القدره على المشي بشكل صحيح. هلا طبعا هذه الابحاث هي منذ زمن بعيد وليست جديده، انما اخر الابحاث اللي بينت هلا حاليا وظهرت انه الرياضه لها تاثير فعلي وجدي على ماده اسم الإسيرين، الهرمون اللي حضرتك ذكرته، اللي بتعيد نشاط الخلايا بإفراز هرمون الدوبامين. ونحن أحد العلاجات اللي بنعطيها للباركنسون هي مادة الدوبامين، المحفز للدوبامين. لذلك الرياضة، يعني نحن بنعرف ليست بس للباركنسون، إنما هي مفيدة لجميع أعضاء الجسم، الكلى، القلب، للرئة، للعضلات وإعادة نشاط الجسم. طيب. إنما في الباركنسون هذه الدراسة بيّنت وأظهرت إنه هرمون الإيريسين بيعطي يحفز بشكل سريع وبشكل عالي جدا مادة الدوبامين في الدماغ لإفرازها من جديد، وهذا بيساعد المريض إلى إعادة نشاط الخلايا ونشاط الجسد. طيب، حتى يتم إعادة نشاط طبيعية. الخلايا مرة أخرى ونشاط الجسم مرة أخرى. نعم. دكتور رامي، يعني معروف بأنه هذا المرض هو يؤثر على الحركات والعضلات، وبالتالي المريض المتقدم بباركنسون هو ليس لديه القدرة الكافية على الأقل لممارسة الرياضة، وبالتالي هل هذا يعني بأننا نتحدث عن المرض في مراحله الأولى بأن الرياضة مفيدة له، أم أيضا في مراحل طبعاً متقدمة؟ صحيح. طبعا احنا مرض الباركنسون يصيب عاده المرضى المتقدمين بالسن، اللي بنشوفهم تقريبا 65 سنه وما فوق، انما بعض الحالات طبعا بنشوفها بالاعمار العمر ال 40 سنه. وكلما بدانا بالعلاج المتقدم والسريع للمريض بعد التشخيص بكون اكيد بكون في عندنا الاوت كام بكون افضل. لذلك المريض كل ما سرعنا بعلاجه نحن رح نكون بنتائج افضل. لا طبيعي، هلا الاكسرسايز المطلوب هو اكسرسايز بسيط جدا، وليس نحن مش عم نقول، يعني الدراسه فرجت اسمها الايروبيك اكسرسايز، اي التمارين الهوائيه على سبيل المشي او المشي بشكل سريع. طبعا اذا كان بيقدر المريض يركض يكون عمليه الركض، وبعض الحركات على سبيل المثال اليوغا وما يعني يقابلها من حركات للجسد بسموها الايروبيك اكسرسايز. طبعا هناك في بعض المراكز المتخصصة بهذا الموضوع، يعني وهي دراسة عملت لأشخاص متقدمين كانت أعمارهم ما يقارب 60 إلى 70 سنة، معظم المرضى حتى في كان أعمار 55 حسب ما قرأنا في هذه الدراسة، وتبين بأنه
المودريت كيس. المودريت يعني نحن بعد ما وصلنا لمرحله الشديده، لان مرحله الباركنسون الشديد بيؤدي الى خلل وظيفي باعضاء الجسم، ببطل يقدر الانسان يتحرك، ببطل في عنده الادراك وعدم السلوك الصحيح. لذلك لازم يكون بمرحله المايل تو مودريت، يعني بعده على البدايه الى المتقدم قليل. بهالحاله طبعا رح يكون في افاده كثير عاليه. وبينت هذه الدراسه انه الاشخاص اللي تابعوا الاكسرسايز الايربوك اكسرسايز لمده ما يقارب ثلاث سنين متواصله بشكل ثلاث مرات بالاسبوع، بين في عندهم نشاط تقريبا ما يقارب 30% افضل عن الاشخاص اللي كانوا مع بيمارسوا الرياضه. طبعا هذه الدراسه نحن عم نحكي عن مده الايريسين، هي حتى الان هي بعدها على الحيوانات الصغيره مثل الفئران. هي الماده اللي يعطوها للفئران وبين انه في تحسن في الدماغ بعد ما، لكن الموضوع لا يختلف فيما يتعلق بهذه الافرازات. سؤالي دكتور، هل يمكن اليوم الحديث عن يعني نوع من الوقايه من باركنسون من خلال التمارين الهوائيه؟ يعني من هم مرشحون مثلا للاصابه بهذا المرض اذا في حال ممارستهم بشكل يومي هذه التمارين، يمكن ان يضمنوا على الاقل ان لا يصابوا في هذا المرض او لا يكون على اشده؟ يعني طبعا نحن بنعرف بتشخيص الباركنسون من احد الاسباب الممكن الانسان يصاب بالباركنسون هو عامل الوراثي والعامل الجيني. فلذلك الاشخاص اللي عندهم بالوراثي، عندهم اشخاص مصابين، يعني اهلهم اقاربهم الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه حتى مصابين في مرض الباركنسون، لذلك نحن بنبلش نطلب منهم البدء بالايروبيك اكسرسايز. وايضا اشخاص في بعض الجينات المتواصله او لها علاقه بمرض الباركنسون، لربما خلال الاعوام يعني خلال السنوات بكون الانسان انعرف، نحن بنكون عارفين ولاسباب اخرى، انما بتبين انه بلش يبين عنده العوارض الباركنسون، لذلك نحن بنبدا بالطلب. وهو احد العلاجات، يعني نحن بالاضافه الى الادويه كمان بنعطي احد العلاجات اللي هي الاكسرسايز. يعني احنا بنوصف هالشيء هالعلاج هذا اما الفيزيكال اكتيفيتي اما الفيزيوثيرابي ريهابيليتيشن البيهيفيورال ثيرابي، نحن بنعطيه دائما بنشجع المريض على الممارسه هذه التمارين. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل الدكتور رامي الأتات، اخصائي في امراض الدماغ والاعصاب، كنت معنا من الكويت. شكرا.